أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن الوزارة حريصة على خلق بيئة إيجابية للاستثمار في قطاع التعدين، يدعمها في ذلك العمل الجمعي بروح الفريق الواحد الذي تؤدي به الحكومة واهتمامها بتذليل التحديات وتوفير فرص استثمارية جاذبة في هذا القطاع. وخلال استقباله عددا من مسؤولي الشركات العاملة في مجال التعدين، أشار الوزير إلى أن المقومات التي يتمتع بها التعدين في مصر تؤهله لزيادة مساهمته بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 12 من أغسطس الجاري. وأوضحت الوزارة أن إجمالية صادرات الزراعية من الموالح بلغ 2,077,386 طنا، بالإضافة إلى تصدير 957,481 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 236,907 أطنان من البصل ليحتل المركز الثالث من إجمالي الصادرات. هذا وتولي الدولة اهتماما كبيرا بالتنمية الزراعية، يعكس ذلك مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء. يهدف المشروع لإضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء وأيضا تحقيق الاستقرار المعيشي لنحو 2,122 أسرة. تستقبل محافظة الوادي الجديد بشائر موسم جني التمور هذا العام باستعدادات شاملة من أجل إنجاح الموسم لتطوير قطاع إنتاج التمور بالمحافظة. ترفع المحافظة شعار صنع في الوادي الجديد بهدف تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والربع والربح لصالح المزارعين ولأصحاب مصانع التمور. استعدادات شاملة تقوم بها الجهات المعنية في محافظة الوادي الجديد لاستقبال بشائر موسم جمع التمور هذا العام من أجل إنجاح الموسم لتطوير قطاع إنتاج التمور بالمحافظة. صنع في الوادي الجديد هو الشعار الذي ترفعه المحافظة من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والربح لصالح المزارعين وأصحاب مصانع التمور في المحافظة التي تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنتاج تمور التصدير. وبهدف التوسع في تصدير محصول البلح، هناك خطة شاملة تم وضعها من خلال إجراء تعاقدات تصديرية مع عدد من الدول وتصدير تمور المحافظة إلى الأسواق الأوروبية والعربية والتي كان آخرها كندا، روسيا، إندونيسيا، المغرب، من خلال التعاقد على شراء المنتج الخام من مجمع تمور المحافظة الحكومي الذي ينتج حوالي 25 صنفاً من منتجات التمور المصنعة. أصناف متنوعة من البلح الخام والبلح منزوع النوى والمحشوب المكسرات والفول السوداني والفستق واللوز وبلح مغطى بالشوكولاتة والبلح الخام وغيرها من الأصناف عالية الجودة يتم تصنيعها وفقاً لأعلى درجات الجودة ومطابقة المواصفات. زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد تشهد توسعاً كبيراً بهدف الوصول إلى مستهدف 5 مليون نخل. زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد تشهد
يشهد توسعات كبيرة بهدف الوصول إلى مستهدف 5 مليون نخلة مثمرة من أجود أنواع التمور. أكد موقع Financial Times أن قطاع السياحة في مصر أثبت قدرته على الصمود أمام الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط على الرغم من تأثر العديد من دول المنطقة التي لم تعد موجودة سياحية. وأكد الموقع أن مصر أثبتت قدرتها على الصمود في قطاع السياحة، فيما أشار رئيس مجموعة تي واي العالمية إلى أنه يثق في الإمكانيات السياحية بقارة إفريقيا، لافتا إلى أن هناك عددا من الوجهات السياحية تحظى بإقبال كبير من بينها مصر. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أعلنت قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية بسبب خلل في إمدادات الوقود. في بيان لها أعلنت الوزارة قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة جليب الشيوخ وحولي والسلمية ومبارك الكبير وصباح الأحمد السكنية والعمرية والفروانية والجهراء القديمة وأبو فطيرة وغيرها. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد. أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل نمو الاقتصاد بأقل من المتوقع في الربع الثاني من العام 2024. نما الاقتصاد بنسبة 1.2% في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو ما يعكس تراجع الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4%. ويعزى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة بلغت 8.2% وذلك في الربع الثاني، في حين كان هناك انخفاض بنسبة 1.9% في إنتاج الأعمال والمشاريع التجارية.